يقول في سؤال آخر: أنا فتاة عصبية جدا وعندي حالة نفسية، وإذا حددتني والدتي بأمر معين أعنف عليها وأحيانا أرفع صوتي عليها، فهل يعتبر هذا من العقوق؟ نعم، هذا يعتبر من العقوق ومن الإساءة إلى الوالدة أو الوالد. قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما. عليك التوبة إلى الله واللطف في القول مع والدتك والرفق بها. نعم.